الخلع اكتر من 10 سنين والخلع موجود عايش وسطينا. ستات بتستخدمه غلط، ستات بتستخدمه صح، لكنه موجود وبيتحكم بيه. وقضايا الخلع الاحكام اللي تصدر فيها نهائيه لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف. الحقيقه بقالنا فتره بنسمع عن تعديلات في قانون الاحوال الشخصيه، ويمكن من ابرز التعديلات اللي الناس بتنادي بيها حاجتين: الحضانه والخلع. انا معايا تقرير مع النائب عاطف ميخائيل عضو مجلس النواب بيكلمنا فيه عن طلبه لتعديل قانون الخلع. تعالوا نشوف قال ايه سياده النائب عاطف مخاليف، وهنرجع نتكلم بعد التقرير. القانون اتطرقت لعده محاور. المحور الاول بيتطرق الى سن الحضانه، ان سن الحضانه يكون 9 سنوات بالنسبه للاستضافه. طبعا الاول كان رؤيه وفي نوادي وحاجات كده، يعني بتسيء للولد وبتتعب البنت او الولد نفسيا وبتتعب الاب كمان نفسيا. فانا تقدمت بتعديل للاستضافه ان هو يكون 24 ساعه اسبوعيا، وايام الاجازات يقتصموا الاجازات، ايام الاجازات. ده بالنسبه للاستضافه. بالنسبه لترتيب الاب، ترتيب الاب رقم 16 في الاحوال العاديه. انا في الاحوال العاديه هخليه بعد ام الام وبعد ام الاب، هو يبقى رقم 4. المحور الاخير وهو محور الخلع، اللي هو حصل عليه لغط وتم اجتزاؤه من بعض البوابات الالكترونيه، انا بشرحه باستفاضه. الخلع كان باب مفتوح على مصرعين تم اساءه استخدامه. حالات خلع او حالات الطلاق في مصر تقريبا 83% منها عن طريق الخلع. اذا هناك في اساءه للاستخدام. عشان كده انا بحاول اقنن سبل الخلع للضرر الواقع على كرامه المراه وعلى نفسيه المراه. في اولا غياب الزوج عن الزوجة لأكثر من 2 عامين بدون أسباب. 2 حبس الزوج في قضايا مخلة أكثر أو غير مخلة أكثر من 2 سنين. 3 عدم القدرة على الإنجاب. طب لو هو قادر على الإنجاب وما عندهمش أولاد ومتزوجين بقالهم 1 أو 2 وهي لها رغبة إنها تخلع، من حقها، المهم ما يكونش فيه أولاد. في حالة ارتكاب الزوج للخيانة متلبس بيها، في حالة الضرب المبرح، إذا أنا حافظت على كرامة المرأة المصرية وحافظت على كيان الأسرة المصرية اللي من خلاله بنكون المجتمع الشعبي المصري. رجعنا بالتقرير